بدوره حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشيه من نتائج كارثية لأي اجتياح بري للقوات الإسرائيلية في غزة. إن الأولوية الأولى بالنسبة لنا الآن هي وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة. إن أي اجتياح بري سيكون له نتائج كارثية وسيؤدي إلى مجازر بحق أبناء شعبنا هناك. مطلوب من العالم الآن لجم العدوان. إن مئات الأطفال والنساء والأبرياء قتلوا تحت ركام الهدم. إن وقف التيار الكهربائي يعني تحويل المستشفيات إلى مقابر جماعية والشوارع إلى مكاره صحية لعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.